لأنه لبنان إلنا مش فالين. برنامج منكن معكن ولألكن، نقاش مفتوح بكل المواضيع اللي بتهم الشباب، مش فالين عبر صوت لبنان. تحية لألكن مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج مش فالين، وأطيب التمنيات مني ومن مخرج الحلقة رودريك نمنوم. ضجة كبيرة حصلت بآخر أسبوعين حول تطبيق واتساب، وخصوصيتنا يلي عم بيتم خرقها على كافة التطبيقات، وبيظل هالتطبيقات وموافقتنا على الشروط من دون قراءتها أو الاطلاع عليها بشكل صحيح، شو الخطأ وشو الصح بكل المعلومات يلي عم بيتم تداولها؟ هالسؤال وكتار غيره رح نطرحهن على ضيفنا لهالأسبوع، الخبير بالتحول الرقمي والأمن السبراني رودي شوشاني. أهلا وسهلا فيك. رودي، ببداية الحلقة ياريت منفسر شوي للمستمعين شو يلي عم بيصير تحديدا مع شركة واتساب. اليوم شركة واتساب عم بتجرب تطرح الابديت تبعها تخلي العالم يوافقوا على شروط جديدة. شو بتضمن؟ نعم، هي عدلت، لأنه صار لها شي 5 سنين مش عاملة ولا تحديث للشروط، وبين وقتها لهلا صار في كتير قصص نزلت على الابليكيشن على المنصة تقدر العالم تشتغل عليها. فالتحديث الجديد اللي عملته بدها هي تحاول تاخد الشروط الجديدة وتمرقها مع العالم بكل التغييرات اللي صارت، ففرضت علينا القبول بهالشروط الجديدة ولا نطلع برات المنصة. شو هي هالشروط؟ شو هي هالشروط؟ هلا اليوم الشروط كانت بالنسبة لأنهم هن واضحة، بس اليوم وقت تفتحي أنت بتطلع لك صفحات وصفحات بتبطل واضحة. اليوم كل الاتجاه اليوم يكونوا هالشروط مبسطين أما سيمبل أكثر. الشروط هي عبارة عن أنه صار في عنا واتساب بزنس، بالواتساب بزنس خلتنا أنه في خدمات جديدة بدها تمشي، على أساسها بدهم هن يروجوا لبعض الدعايات لفيسبوك بس استعمال البيانات الموجودة بقلب واتساب. فتقدروا يعملوا هالنطاق، هني بدك تذكري هني اشتروا فيسبوك، اشترت واتساب من كم سنة، فيقدروا يكملوا هالبورتفوليو تبع المنصات هني اللي عندهم، تقدروا يسحبوا كمية أما عدد من البيانات أكتر. لما منقول عم بيتم استخدام بيانات أو معلومات المستخدمين، عن أي معلومات عم نتحدث؟ يعني أي معلومات لح يتم استخدامها؟ هل هي الconversations اللي عم بيصيروا أو المحادثات اللي عم بيصيروا على واتساب، ولا أرقام التليفونات، ولا شو تحديدا؟ هلا اليوم حسب التحديث اللي حطوه هني أنه لا، ما رح يصير استعمال للبيانات اللي هني شو نحن عم نحكي وغيره. هذا كان العنوان، بس بذات الوقت بيقولوا لك على ميلة البزنس تبع يعني الواتساب بزنس، رح هني ممكن لأنه في عندي خدمات تالتة هني بتفوت عليها، أما يمكن استعمال فيسبوك قبل الصفحات مع الواتساب كمان ممكن ياخد هذه المعلومات. بأكدونا فيسبوك وواتساب أنه المعلومات وكل شيء على الديفايس أما على اسم الجهاز هو مشفر أما انكريبتد من وقت ما يطلع من عنا توقت يروح للسيرفر طبعاً. هلا هيدا اللي بيحكوهن على الفعل بالأرض، ما حدا بيعرف لأنه ما حدا عم بيقدر يعملون هالمراقبة أما الكنترول، ونحن شفنا بعبر سنين يعني في كتير قصص استعملت بطرق شوي ملتوية أما غريبة. أنت هلا بتعملي أد على رقمي أنا مثلاً عندك بالكونتاكت، ما في نص ساعة شوي أنا بيطلع لي من الفيسبوك فك جاست فريند. طب هذه كيف صارت؟ يعني في محل ما هن عم ياخدوا معلومات بهالحالة، اخدوا هن رقم التليفون. فعدم الشفافية وعدم الحوكمة الموجودة بالعالم اما الجوفرنس على موضوع البرايفسي اما هول البيانات، بتخلينا اليوم نسأل كتير اسئلة لانه ما حدا عم بيقدر يجاوب. راحوا سألوه بالكونغرس سؤالات، انت مرتاح تعطينا وين انت هلا بأي اوتيل نازل؟ قال لهم لا. طب انه كيف واحد بده يتوقع نحن عم نبيع صرنا المعلومات اما البيانات اما الداتا تبعنا، نحن وين كنا وين رحنا وين جينا شو عنا مع مين عم نحكي، وكلهم نوعا ما بدهم يتاخذوا تقدروا يعملوا هن هالشبكه تبعهم يطوروها ويحدثوها مع
شو عم بيصير كمان على فيسبوك وغيره. برأيك ليه هالتوقيت بالذات؟ هل هو صدفة أو عنده أبعاد أخرى؟ ما في شيء منه صدفة بذات الوقت، ما في شيء كمان عنده أبعاد. اليوم بدك تاخدي أنت، في تطور كتير عم بيصير على مية الواتساب، في تطورات بالعالم كله على التكنولوجيا عم بيصير. اليوم استعملنا للواتساب بعتقد إذا بتلاحظوا آخر سنة دوبل وتربل، ففي كتير ضغط عليهم هن، وبذات الوقت في القوانين الدولية عم تضغط عليهم. اليوم شفناه بالكونغرس، شفناهم بشركات عم بيحاولوا يضغطوا عليهم يجربوا يرجعوا يفصلون للواتساب والفيسبوك. اليوم الاتحاد الأوروبي واحد من أهم ناس عم بيحكي عن البرايفسي بالعالم، عمل قوانين صار له 4-5 سنين وعم بيضغط كتير، وصار مدفع فيسبوك بالذات مئات الملايين على موضوع البرايفسي، أما البيانات بالذات. والقوانين الموجودة بأوروبا، يعني اليوم المستخدم الأوروبي اللي موجود بأوروبا طلع له ذات المسج انه بده يوافق على هيدا التحديث، بس مش ذات الكونتكست تبع النص، النص يختلف تمام، مش تماما بس يختلف لحد ما كبير، لأنه هناك في قوانين ترعى المواطن، في قوانين بتحمي هالمواطن، في قوانين للمواطن مش للبيان، لنوعا ما بيع البيانات هيك بالبلاش. نحن اللي احنا بدول المتأخرة صرنا عم نبيع الداتا تبعنا، اما البيانات تبعنا الكرمال ناخد نحن استعمالات، اما منصة اما سيرفيسز جديدة أحساب الحرية نوعا ما تبعنا نحن. واتساب مؤخرا أعلنت أنه لح تأجل هالتعديل على هيدا التطبيق، بتتوقع يتم التراجع عن هيدا القرار أو لا لح يضلوا ماشيين فيه؟ هلأ أول تراجع هو شغلة كتير منيحة، أنه كانوا حاطين بثماني شباط أنه مجبورين نحن كلنا نحدث، ولاحظنا أنه صار في مثل موجة هجرة كتير كبيرة على منصات تانية، منهم سيجنال أما تيليجرام وغيره، وتيليجرام نزلت أنه شكرا على 500 مليون، مش هني كتروا صاروا بس زادوا للعدد تبعهم توصلوا لل 500 مليون. هلأ التاريخ التاني هو بأيار، من هلأ لوقتها في كتير قصص بدها تلعب، لأنه شافوا وبعتقد كانت قاسية عليهم أنه عن جد قديش مئات الملايين هاجرت هالمنصة، وهون رح يكون التحدي انه كيف بدهم يرجعوا ينزلوا ذات الفكرة. هلأ اني قالوا انه نحن بدنا نوعي العالم انه شو عم نعمل وشو هو التحديث اللي عم بيصير، بس انا برأيي بدهم نشهد طريقة تانية لقناعتنا نحن كشباب وصبايا نقدر نعمل ابديت مقنعة بطريقة ملتوية بطريقة تانية. ذكرت الانتقال بشكل كثيف على عدة تطبيقات أخرى، منها سيجنال ومنها تيليجرام، لحديت ما وصلوا لدرجة اضطروا يوقفوا هيدول الابليكيشنز لحوالي 24 ساعة تقدروا يتحملوا هالضغط الكثيف من العالم يلي نقلت عليهم. برأيك هيدا الشيء تنصح فيه انه الانتقال لغير نوع تطبيقات او لا لح نواجه زيت المشكلة بباقي التطبيقات اذا مش هلأ بعد فترة؟ المشكلة وين بفيسبوك قبل ما نحكي عن غير تطبيقات؟ المشكلة بواتساب بالأحرى. اليوم الواتساب لأنه صارت مربوطة مع واتساب مع فيسبوك ومع انستغرام، يعني نحن شو ما بدنا نعمل حاليا لمنصة تبع الانترنت الموجودة على الانترنت على السوشيال ميديا، نحن صرنا مراقبين كيف ما نروح. جوجل معني وعندك مشكلة تانية، جوجل كمان كيف ما تبرمي نوعا ما عم تلحقك من ميلة تانية. هلا الفرق وين قبل ما نحكي نرجع نأكد على المنصة؟ بالمنصات التانية عم بتكون بس منصة واحدة، انت معلوماتك وصارت معروفة شو عم نعطي تيليجرام، اما شو عم نعطي سيجنال معلومات اقل، وبذات الوقت عم نروح نحن على ابليكيشن اما على منصة واحدة، على شبكة واحدة، على ابليكيشن واحدة، مش مرتبطة بغيرها، مش مرتبطة، صارت الدويرة طويلة عريضة. يعني كيف ما انا اعمل عم بيكمشوني من محل بالمعلوماتي، انا صارت عم بيعرفوا مين عم بحكي لأي ساعة، يعني وصلوا لكتير محلات متقدمة بالارتفيشل انتليجنس كمان عم بيصير من وراء
دمج كل هالمعلومات تقدروا هن يتابعونا بطرق أقوى وأكثر وأهم. وتتروحي على منصة تانية في بعض القصص أنت عم بتعطيها بس قليلة، وبذات الوقت عم بيكونوا بمحل واحد مش مشبوكة بكذا منصة. عم بيوصل بالأيام الأخيرة مسج على واتساب للمستخدمين عم بيطلبون فيهم يغيروا بعض القصص بالسيتينجز على واتساب لتجنب هيدا الموضوع. هل هيدا الشيء برأيك مزبوط ولا على الحالتين رح نوقع بذات المشكلة؟ يعني نهايتها بدك ترجع توقع محل بذات المشكلة، هيدي نهايتها. بس طبعا بدها تكون أخف بكتير من هلأ اللي عم نوجده، لأنه اليوم التحكم بواتساب هو فوق 2 مليار شخص يعني موجودة عند كل العالم. هونيك اليوم بالهجرة اللي صارت نوعا ما عدلت استعمالنا لأبليكيشنز تاني، صارت معدلة. وهلا بنشوف بعد رح نضلنا نشوف نحن ربط، بتلاقي ناس انه راحت ورجعت على واتساب ورح نشوفه هلا كمان كل ما بدهم يحدثوا شيء الناس عم بتروح. يعني صار في تشرذم كتير كبير، بس الفكرة وين؟ انه صار في ديمقراطية نوعا ما، اما الديمقراسي بموضوع الابليكيشنز تبع الشاتينج بالعالم، لانه اليوم صرنا نشهد انه صار في بديل تاني، صرنا نعرف انه صار بديل تاني. فهيدي شغلة جيدة اللي بتقدر تساعدنا. هيدا وجود هالبديل عم بيشكل ضغط برأيك على واتساب؟ طبعا، ومشان هيك هن تراجعوا لهالشغلة، وهن منهم بديل يعني بالمعنى انه والله بديل منه منيح. اليوم اذا بتاخدي بتقرنيهم خدمة خدمة وشو عم بيقدموا على الامن السيبراني اما على السايبر سيكوريتي وقصة الانكريبشن والتشفير وكل هالموضوع، عم بيكونوا كتير في كومبيتيشن بين بعض. ولبل يعني اليوم مثلا اذا بناخد سيجنال هي بتتسمى ابليكيشن اوبن سورس. الفرق اوبن سورس يعني انت اليوم فيك تاخديها تفتحيها، اذا كنت مبرمج تفتح الكود تبعها وتقري كل الكود المكتوب لجواتها وكيف بيشتغل ومع مين بيحكي، وفيها شفافية معينة مش موجودة بمنصة اما بابليكيشن تانية. هيدا شغلة كتير اليوم نحن بحاجة لها، لأنه اليوم كل ما نحن عم نوصل حالنا على الانترنت كل ما نوعا ما عم نبيع بيانات أكتر، ما عم نعرف مين، ما عم نعرف هو عم بروح للعدو وعم بروح للمخابرات، هو عم بروح يمكن مش ضروري يروح لحدا، بس أنه يمكن حدا أنا عمل لي حطت لي فيروس أما عم بيعمل لي هاكينج وما منعرف. سو السيجنال عم تعطينا هيدي الشغلة الجديدة، هل هو الكود موجود أنت فيك عبر شركات، أما إذا عندك خبرة معينة تقدر تقرأ وتفهم مزبوط وين عم بتروح وكيف عم تجي وشو عم بيصير ما وراء الابليكيشن. الحظر يلي عم بيصير تحديدا على بعض السياسيين محليين كانوا أو عالميين، إن كان على فيسبوك على يوتيوب على تويتر، وحتى شفنا على واتساب عم بيصير في حظر للبعض، تحت أي إطار بتحطه؟ في كذا إطار. أول إطار تنهين هي إطار سياسي. اليوم في إطار بعض الناس يحكوا عن مواضيع معينة غير قانونية، أما ممكن اليوم تعرفي بحرية التعبير غير الفهم تبعها، غير الموضوع غير حرية التعبير اللبناني، توصل توقف إلى شغلتين، ولما يصير في تحريض على الجريمة أما لما يصير في حكي عن الجريمة، وغير هيك ما تبقى نوعا ما هو كله حرية التعبير، وذات الشيء بينزل بيتطبق على المنصات. اليوم شفنا ترامب كيف لأنه حرض على نوع من عمل ما شغب وغيره وقفوه، وهيدي هي نوعا ما اللي عم بدنا نبلش نشهد ونبلش نتعود عليه. معقولة رئيس جمهورية يتوقف الحساب تبعه؟ توقف. واليوم الشركات الكبرى اللي هن تويتر وجوجل وفيسبوك وواتساب وكل هالقصص يعني صاروا هن عم بيعملوا ديمقراطية معينة بالعالم، ورح نشهد نحن هلأ قريبا بلش تسمعي بشي جديد مش بس على الواتساب بس على موضوع الشبكات الكبرى والشركات التكنولوجيا الكبرى، لأنه هول بلشوا يتحكموا بالعالم. هلأ أول موضوع هو موضوع السياسي، وطبعا موضوع السياسي الأمريكاني أما العالمي هو ذاته يشتبك بكل العالم، وفي عندك نحن كمان موضوع سياسي داخلي اللي نحن بالحدود تبعنا مربوطة، أما ممكن تكون جيوسياسية أما تختلف على منطقة من المنطقة. عندك تاني اللي هو نوعا ما بيكون هجوم إلكتروني عليك، وهيدي هون
بتتقسم لكذا نوع. ممكن حدا عم بيعمل لك ريبورتينج انه انت حكيتي شيء اما عملتي شيء اما ابديتي راي شيء اما مستقصد اما غير مستقصد. وشفنا ببعض الحالات بلبنان حتى وصلت لتلاميذ عم بيعملوا ريبورتينج للاساتذه تبعهم بس تيسكرون الواتساب مشان ما يدرسوا. يعني فيها تكون على كذا ساعات صعيد بالاحرى. وعندي كمان انت نشاطك بقلب واتساب فيكون نشاط غير اعتيادي، انت داخليا عم تحكي بجروبات معينه، عم بتحردي، عم بتنشري بعض المواضيع، عم تنشري بعض الفيديوهات، هيدا كمان كله بأثر. وفي كمان عندك نوع بيجي تحت بتستعملي تطبيق غير رسمي اللي بياخد الواتساب اما فيسبوك اما غيره، بس هو منه التطبيق اما الابليكيشن الاصلية تبع الشركة الام. وهون بتكوني عم بتضحي انت كمان بمعلوماتك، وعم بتضحي يمكن عندك فيروس اما عندك هاكر وانت مش عارفة. هون كمان هن بياخدوا بعض الاجراءات وبيعملوا لك بلوك. هون بعتاد اكبر بلوكات هن هون بتجوا. اخيرا شو النصيحة يلي بتعطيها لكل مستخدمي هيدي التطبيقات خلال استعمالهم لها؟ اليوم شر لا بد منه، يعني هي اول شغله. لانه بدك انت اذا بنرجع 10 سنين لورا كان في تطبيقات بس ما كانوا مثل اليوم، كان في قصص موجوده بس ما كانت متطوره مثل اليوم. اليوم بدكم تحفظوا طريقه العمل تبعكم، يعني وقت يجي يقول لكم تعملوا انتجريشن طبعا بدكم تخففوا فيها. في كتير قصص خاصهم بالبرايفسي، وفي بعض القصص بيسألون بدنا ناخد بيرميشن تنشوف كذا، بدنا ناخد بيرميشن لللوكيشن، وبدنا ناخد بيرميشن. بدنا ننتبه لهالقصص، بدنا نقرا شو عم يبعتوا، بدنا نقرا. طبعا بدنا نجرب نقرا، لانه عاده ما بنقرا بس نعمل اكسبت. عملت انا سيرفي عندي صغيره من 100 شخص، يعني كان عم نحكي بعد 5 ايام من 100 شخص جاوبوا 70% جاوب انه هو وافق عليهم من اول نهار بلا، يعني بلا قراءة. انا اليوم ما فيني هيك اخذ حريتي، بالنهاية هي حرية شخصية. اليوم بدنا نتذكر نحن الموبايل وهي هيدا اهم اختراع اللي سرع الدنيا كلها وغير طريقة نحن عملنا على الانترنت بطرق مختلفة جدا. هالموبايل اللي نحن بين ايدينا فيه معلومات كتير كبيرة. اليوم نذكر الموبايل جمع اكتر، مش رح اقول اكتر بس جمع كتير من ابليكيشنز. يعني كان قبل بدنا جي بي اس لوحده صار موجود، كان بدنا كاميرا لوحده صارت موجودة جواتها. فكل موبايل نحن بايدينا عم بيجمع عنا، هو بطبيعته عم يجمع عنا معلومات وداتا كتير كبيرة، عم يجمع يعني عالمنا كله بهيدي الشاشة. كل صورة انت بتاخديها، كل صورة انت بتاخديها نوعا ما حسب الديفايس. مثلا انا عندي موقفة بحط لك بقلب الصورة وين اخدتيها. وهون في بعض القصص وقيموا قيمتهم بامريكا انه ممكن هيدا يوصلك لاغتيالات، لقتل، لأهل مش بالبيت حتى روح نسرق البيت. يعني فيها كتير قصص. فهيدي بدنا قصص نحن نبلش ننتبه لها، ما كنا واعيين عليها، قليل من الناس اللي بيعرفوا فيها. بس انت اليوم حيلا صورة عندك اياها بتخديها في ابليكيشن بتحطيها صغيرة دغري بتعطيك المعلومة انت وينك. وغير انه اليوم بدنا نحكي نحنا في الارتفيشل انتليجنس بلش كتير يشتغل على الديتكشن تبع الوجه. يعني اليوم مش بس انا صورة واخدوها، ما هون قيمتها للصورة. اليوم وقت نشغل نحنا فيس ديتكشن تبع الفيسبوك واما تبع واتساب، ما عم بحكي بمنصة تانية، تبع فيسبوك وواتساب، اوقات اذا بتلاحظوا بتنزلوا صورة على فيسبوك في شخص حدكم، يمكن انتو ثلاث اشخاص عم تاخدوا صورة، الثالث هو ما بتعرفي قاعد حديك ما بتعرفي، بس فيسبوك او واتساب قدر يعمل له ديتكشن وبقلك من هو، بقلك اذا بدك تعمل له تاك حتى. ايه انه هيدي شغلة صارت كتير لانه نحنا بعنا معلوماتنا ببلاش. هيدي المشكلة. نحنا عم نعطي اليوم هني التطور بالعصر التكنولوجيا وعصر الصناعة الرابعة هو التطور التكنولوجي ومنا هو البيانات اما الداتا. اليوم نحن بال 2025 النفط تبع العالم كله رح يكون هو البيانات اما الداتا. ما رح يبطل النفط بكل معنى الكلمة. يعني في تحدي لشركات النفط هي عبر الداتا. اليوم مين بيحمل ومين بيقوي ومين بيكون مسيطر على
المعلومات والداتا بالعالم هو رح يكون الملك على الكل. وإذا منطلع نحن آخر 10 سنين مين أهم شركات ومين أغنى شركات ومين أكثر شركات تقدمت هي شركات التكنولوجيا. ليش؟ من وراء الداتا، لأنه قدروا يحطوا حالهم بمحل أنه هن الملك وواقفين على العرش. طبعا في كذا ملك وكذا عرش. ليش؟ لأنه نحن بدنا هالسيرفيس أما هالخدمة الحلوة، عم نبيع الداتا تبعنا لسعر نحن ما عم ندفع حقه، بس هني عم ياخدوه. في ناس تيجي بتقلك طب أنا إذا بدهم يدفعوني $20-$30 معنا الحكي زيت الشيء، ما هي زيتها آخر شيء. لو دفعنا نحن مصاري رح نرجع نبيع زيت الداتا بطرق تانية. يعني باختصار إذا بدنا ننهي هيدي الحلقة، ننتبه أول شغلة بدنا نوقفها اللي هي نصيحة، نوقف الجي بي اس واللوكيشن، والتانية الفيس ديتكشن. هيدي ما فيك توقفها. فنعمل هيك مثل سمري صغيرة، من الضروري توقفي اللوكيشن والتراكينج على كل الابليكيشن وعلى التليفون، حتى ما تخليه يستعمل التراكينج في شيء اسمه بالباك جراوند، اما من وراء هو لوحده بيفتحه. هيدي كله بدك تمنعيها، بدك تفوتي في سيتنجز على اندرويد اما على ابل، موجوده شويه قراءه منا صعبه، بتوقف كل هالاستخدام. هلا بتقلي لي هيدي بتضمن 100%؟ بقول لك لا، لانه ما في شيء. خلص مجرد ما انت عندك الموبايل بايدك، خاصه الموبايل المتقدم اللي هن جوجل واندرويد، يوم اختلفت بتلاقي بعض الناس حامله نوكيا بسموه ابو ضو. مظبوط. هول عم بيحملوه لسبب ما، لانه صارت اصعب وما في ابلكيشنز تنزل عليه. يوم الهاكينج اما الهجوم الالكتروني عم بيصير كتير كبير بمواضيع بنزل ابليكيشن صغيره وبياخذوا كنترول للتليفون. يعني نحن عم نفتح على هيدي. انتبهوا الاس ام اس، انتبهوا من الايميلات اللي عم تجيون على الموبايل وقت تفتحوها. ما تفتحوا لينكات كتير 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 اساسيه، لانه هاللينكات ما حدا بيعرف هي مصدرها شو. مشان هيك في كتير ناس، ونحن مننصح انه ما ينبعث لينكات بقلب اللينك، يعني اكسس على مثلا ويب سايت معين بقلب الاس ام اس اما غيره. ما يعملوا شيء اسمه روتينج، اما يكسروا الجهاز، اما يكسروا السوفتوير، تينزلوا سوفتوير مش معروف مين كاتبه، لانه كمان هيدا عم بيسحب معلومات، او حتى عم بيوصل يفتح الكاميرا اما يفتح الميكروفون. هيدي كمان من القصص اللي لازم واحد ينتبه لها. الصور بدكم توقفوا اللوكيشن كمان تبعها. ما بعرف اذا مش رح اقول انه وقفوا الصور، هيدي شغل اليوم ما فينا بقى مش نعملها، مش متاحة ولا لحتصير يعني، فنكون واقعيين. لا طبعا طبعا. هلا عليكي، انا شخصيا من الناس اللي بلشت فكر انه واحد لازم يحمل نوعا ما تليفونين، تليفون الخاص وتليفون هيدا. بس هلا طبعا منا براتيك، بس اليوم عم الطريقة اللي كانت عم تجبرنا واتساب تروح إجباري، كنت كتير عم فكر فيها، لأنه ما فيك تطلع اليوم من هالموضوع. وبذات الوقت بدك تحافظي على بعض الحرية اللي عندك إياها، لأنه صارت حيالله كبسة عم تكبسيها صاروا هني كمشينا. وبدون ينتبهوا من مرة تانية من الابليكيشنز اللي عم تنزل وما عم بيعرفوا مين عملها ومن أي بلد ومن شو المصدر تبعها، لأنه هو كتير فيهم يكونوا applications مش منيحة. بدهم ينتبهوا كمان انه مش كل شيء يوافقوا عليه، بدهم يقروا شوي. والادز معقول يكون فيهم مشكلة اللي عم يوصلوا؟ حسب من وين عم يوصلوا، هيدا بده ينتبهوا. اذا SMS ممكن، اذا بطلعتي اواد يوصلك SMS انكر على اللينك، اما كبوس على اللينك، اما هيدا اذا منا موثوق فيها. حتى انا من بنكي بقولوا لي انه ممنوع نحن نحط اللينك، لانه هيدا ممكن حدا بتعرف اليوم الاس ام اس مين ما كان فيه بعد باسم بنك اما باسم مؤسسه، يعني حتى الهجوم الالكتروني نوعا ما في يكون، يعني انا فيني ابعت من تليفونك بس انت ما بعتي، فيني غير كل هالمواد. ففي اكون لينك اما هيدا شيء منه منيح، فاي واحد بده ينتبه لهالقصص. شكرا لك الخبير بالتحول الرقمي والأمن السيبراني رودي شوشيني، أهلا وسهلا فيك. مستمعينا شكرا لمتابعتكم، وبنهاية حلقة مش فلين أطيب التمنيات مني ومن مخرج الحلقة رودريغ نمنوم، على أمل
اللقاء الأسبوع المقبل بمواضيع جديدة واقتراحات جديدة من قبلكم على هاشتاج مشفلين على تويتر، ودايما عبر هواء صوت لبنان، صوت الحرية والكرامة.